ويقول: وهل دعاء الاستفتاح في صلاة القيام في كل تسليمة؟ نعم، الاستفتاح إذا كان الإنسان يصلي وحده إنه يستفتح مع كل تسليمة، أما إذا كان يصلي مع الإمام والإمام يقرأ بعد التكبيرة على طول ولا يمكن يستفتح، فإنه يستمع للقراءة، لقراءة القرآن، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.